أحباني المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب يسعدني ويشرفني أن أرحب في هذا الحلقة بخادم الرب الأمين الدكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا ربي باركك في الحلقات السابقة ونحن نتناول الشبع والارتواء وحضرتك جاوبت على السؤال مهم جدا المسيح لماذا ولماذا المسيح وحده هو الذي يشبع القلب والنفس والروح والجسد وحضرتك اتكلمنا بلغه الاختبار ودي اقوى اللغات، امثله عمليه عاشت وجربت لكن وصلت للنتيجه ان المسيح هو الوحيد اللي يشبع القلب. نفسنا نسمع امثله ثانيه عمليه. الحقيقه الانسانيه ككل او البشريه ككل تعاني نتيجه الانفصال عن الله من شيئين هامين. تمام تعاني من الجوع ومن يشبع نعم وتعاني من العطش من يروي مم أنا لا أتحدث عن الجوع الجسدي فكلنا عندنا ما يكفينا نعم من طعام ما فيش حد مات بتجوع قلة قليلة يمكن تكون في أفريقيا لكن كلنا عندنا من الخير الكثير والكثير جدا لكن أنا بتكلم عن النوع الثاني وهو الجوع الروحي أو العطش الروحي النفس ليست في حالة من الشبع او حاله من الارتواء واحنا اخذنا مثال حي عن ذلك من المثل اللي قاله الرب يسوع عن نعم. الابن الضال نعم. شفنا ان الابن الضال دور عن الشبع خارج نطاق الوجود في شركه وعلاقه مع ابيه لكن كانت المحصله النهائيه اللي شفناها قال كده بشهاده من لسانه مم. وانا اهلك جوعا جوعا فمالقيش اللي يشبعه لكن كمان عندنا مثل اخر عن البشريه التي تبحث عن الارتواء يعني مم. الابن الضال كان بدور على الشبع فلم يجد الا الحرمان والمجاعه المراه السامريه في انجيل يوحنا الاصحاح الرابع نعم. بتبحث عن الارتواء ايه اللي يرويها فانقرضت في الشهوات مم. الادمان في الرغائب المسمومه فتزوجت لرجل بل بشهاده الكتاب تزوجت خمسه رجال نعم. وفي النهايه انخرطت في الممنوع وفي الشر حتى ان الرب قالها والذي لك الان ليس هو زوجك وكانت النتيجه ما فيش ارتواء لكن فيه عطش 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 مم. وده اللي قاله الرب يسوع لها في انجيل يوحنا نعم. والاصحاح الرابع كل من يشرب من هذا, من هذا الماء, الماء يعطش الرب لا يقصد على الاطلاق الماء اللي في يعقوب لكن كان يقصد ما يشربه الإنسان نفسيا وروحيا من أمور بيقدمها العالم أو يقدمها الشيطان لكن الإنسان لازال في فراغ وعطش شديد فلا يوجد ما يرويه نهائيا نعم أقدر أقول في ناس مثلا مع كل واحد فينا ليه بيره كل من يشرب من هذا الماء يعني ايه بقى نوضحها شويه يعني ايه اللي مع, مع كل واحد ليبيرو اللي بينزل دلوه ويشرب بيه من البير بتاعه مم. ففي واحد واقع في بير اسمه المال فشرب من المال لكن طلعت طلعت النتيجه ان المال نتيجه الرغبه الجشعه اليه وحب الجمع والتكويم محبه مم. المال دخل في الشرور كان هو في غنى عنها وطعن نفسه باوجاع يعني كثيرة. كثيره، نعم. ومش انا اللي بقول لكن مم. الكتاب المقدس اللي بيقول. ماذا يقول؟ لان محبه المال اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع يعني كثيره. مم. في واحد تاني البير بتاعه اللي بيشرب منها ما فاضيش ربنا بئر العلم. يقول لك العلم هو كل شيء. ماشي احنا مش ضد العلم والعلوم لكن خلي ليك علاقة مع الرب لأن العلم نفسه هيولد فراغ في قلبك ملهوش حدود عمرك ما هيرويك العلم بل بالعكس تتعطش أكتر والكتاب قال الدرس, نف... الدرس متعب للجسد وقال تكسر علما, علماً يكتر هماً عشان كده هو العلم مم. بيشرب منه الإنسان وللأسف ان العلم نفسه ممكن يقود للانفصال عن الله ويقود الى الالحاد والابتعاد عن الله وتظل نفسه فارغه دون ارتواء نعم في ناس تانيين شربوا من بئر الشهوات مع كل واحد له ايوه شرب من بئر الشهوات زي المرأة اللي أنا بتكلم عنها في الكتاب المقدس لا زوج بل أزواج لكنها لم ترتوي عين فارغة متزوج وفي مراته متزوجه وبتخون زوجها مش كده وبس مش لازم تكون الخيانه سقوط طبيعي او واقعي نعم. لكن ممكن الخيانه تبقى بين العين بالعين يعني الناس اللي بيدخلوا على اشياء مش حلوه مم. في الانترنت لما بيدخلوا على الانترنت في مواقع عادية داخلين ليه القصد منها اشباع رغائب لكن هل ارتوى يعني دي خيانه يا رجل الله دي خيانه ايوه ما هو عاوز يروي عواطفه عاوز يروي مشاعره اذا نطلع بالخلاصه كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا مم. لكن ما الرب لما يقول مم. لكن ال ال الماء الذي اعطيه انا ينشئ ارتواء دائم يعني. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا لكن الذي يشرب من الماء الذي اعطيه انا. أنا. وانا تعجبني الكلمه دي قوي كلمه يشرب مش يدوق مش يدوق في يوحنا سبعه يوحنا اه سبعه 37 نعم في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف وقف ونادى قائلا ان عاطش احد فليقبل الي مش يدوق ويشرب مم. يقبل الي ويشرب المشكلة بتاعت البشر انهم بيقربوا و ويمشوا. لا ما تدوقش اشرب ده انت لازم تشرب لازم ترتوي وفي شيء مهم ان الرب يسوع له كل المجد شخصه هو المشبع لنا من هو العجل المسمن اللي احتاطوا به واكلوا شبعه؟ العجل نصير. المسمن صورة رمزية للرب يسوع نعم. المشبع لقلوبنا فمحدش يشبع جوعنا او ينهي جوعنا الا التغذي بالمسيح والوجود قدامه في محضره ومن ناحيه اخرى إيه اللي يروي ظما نفوسنا الروح القدس ده. يبقى المسيح المشبع والروح القدس المروي عشان كده قال هذا عن الروح القدس اللي هيعطيه للمؤمنين ده. يبقى انا لما اقترب من الرب أتحد بيه أخذ الروح القدس في حياتي الروح القدس يستطيع أن يعطي ريا دائما وأقدر أقول مع صاحب المزمور كأسي ريا, ريا. كأسي ريا. ولذلك هنا الارتواء عشان كده الرب يسوع ذهب إلى هذه المرأة علشان من خلالها يعرفنا حاجة البشرية مم. حاجة البشرية وعاوز أقول شيء، المرأة في الكتاب المقدس كل ما ترى عنها هي صورة للبشرية ككل. نعم. لأن احنا كلنا جينا من المرأة تزوج الرجل هواء. والمرأة. نعم. المرأة صورة للبشرية أجمع. مم. المرأة سقطت في سفر التكوين أصحاح ثلاثة ومن هنا جاءت المجاعة، الجوع والعطش. لكن المرأة نفسها هي اللي استخدمت في ان ياتي ابن الله الحي من خلالها مولودا من, من امراه, إمرأة. نعم. هذا الشخص الذي جاء من امراه هو اللي عالج الجنس البشري عالج الجنس البشري يعني. يعني المراه جلبت الجوع والعطش وهي غير الامور الثانيه وهي بالزادة. والمراه ايضا الرب استخدمها ان ياتي ابن الله من خلالها مولودا من امراه ليجلب الشبع بشخصه للإنسان وارتوائه بروح الله القدوس عشان كده مهم قوي لازم نعرف لا ارتواء إلا قبول المسيح إلا بقبول المسيح الذي من خلاله أخذ الروح القدس ولا شبع لي إلا بقبول المسيح الذي يصير طعام الشهي في مدة السير في مدة اقترابي عنه مم. والسؤال يبقى هل شبع الضال نعم نعم أين في بيت أبيه متى عندما عاد ورجع عندما عاد ورجع كان ممكن يرجع بدري ووفر مجهود كبير عن نفسه أيوة كان لكن استمر في عناد قلبه ومعاملات الله كانت على فكرة شديدة أوي يعني هو لما ذهب ذهب ممتلئا لكن لما انفق كل شيء يقول الكتاب ابتدأ يحتاج يقول لك بعدها ايه حدث جوع يعني هو محتاج وكمان حدث جوع بقي في مجاعة أضيق عليهم كي يشعروا يا بنرجع ما الدنيا اتقفلت الابواب اتقفلت اهي وبلاش التأمين ارجع بلاش بقى لكن كبرياؤه وهو في الفقر المدقع والجوع المر مضى والتصق بواحد من اهل تلك الكوره ليرعى خنزير فارسله ليرعى خنازير رايح فين يا ابني رايح لفين رايح لواحد لا يمتلك الا الخنازير وتسيب بابا اللي عنده العجل المسمن اي عقل بفكر راح يرعى الخنازير وصلت بالدرجه كان يشتهي ان يشبع من ال... يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله وتيجي عباره لم يعطيه احد لم يعطيه احد. والمراه اللي راحت تشرب من البئر برضه البئر عميقه هي اللي قالت كده. البئر عميقه تشرب منين يا حبيب تاكل منين؟ تاكل اكل العالم اكل الخنازير تشرب من ميه العالم اللي بتشرب منها البني ادمين والمواشي لكن عندما عاد الابن الضال وجد العجل المسمن. نعم. وعندما التقت المراه السامريه برب المجد وجدت الينبوع الحي المروي والمشبع. ليك المجد. في اسم الرب يسوع. أمين. تعالوا اليه خذوا نصيبكم منه ستجدوا ما لذ وطاب. نعم. شبع وارتواء. نعم. اعزائي المشاهدين في كل مكان مهما كان عطشك مهما كان جوعك مهما كان بئر عميقه مهما كان بئرك سواء الشهوات سواء المال سواء الشهره لكن الحل الحل الوحيد ان تاتي اليه يقول كده بلغه يوحنا سته الرب يسوع المسيح من يقبل الي فلا يجوع او من يؤمن بي فلا يعطش ابدا تعال واستمتع ودوء واشرب من ماء الحياه الابديه الرب يكمل معاك ويباركك وان نلتقي في حلقه قادمه لكم منا سلام الله